السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة ظاهرة، والبداية مع العناوين. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة عمل تدوم يومين. بأمر من رئيس الجمهورية، نقل المصابين في حادث انفجار للغاز بحي قصر بن يزكن بغرداية عبر مروحيتين للحماية المدنية نحو مستشفى الحروق الكبرى بزيرالدا وباستور بالعاصمة وسط تجند تام لضمان تكفل الأمثل بهم. الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2023-2027، التزام بمرافقة جهود مكافحة الظاهرة ودعوة للانخراط المجتمعي المدني في العملية. الجزائر تجدد موعدها مع الريادة في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى بعد نجاحها في احتضان الألعاب الرياضية العربية التي تختتم مساء اليوم. وفي المنافسات الجزائر تحقق الصدارة. بداية، غادر رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة عمل تدوم يومين، يلتقي خلالها أخاه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانية. بعد الاستماع إلى نشيد الوطني وتحية العلم، استعرض سيد الرئيس تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. وكان في توديع سيد الرئيس بمطار الجزائرية الدولي هواري بومدين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول سعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد نذير العرباوي. بأمر من رئيس الجمهورية وعلى إثر انفجار للغاز أمس بحي قصر بن يزقن بغرداية الذي خلف وفاة طفل وإصابة أربعة آخرين بحروق وانهيار للمنزل، تم تسخير حوامتين تابعتين للحماية المدنية لنقل المصابين من غرداية إلى المستشفى المتخصص بالحروق بزيرالدا ومستشفى باستور بالجزائر العاصمة. تدخلت وحدات هنا متمثلة في الوحدة الرئيسية للحماية المدنية وجميع الوحدات المجاورة لها على الساعة 2:37 لأجل انهيار مبنى كلي ومبنى آخر انهيار جزئي بحي بن يزقن، أربعة لديهم حروق من الدرجة الثانية للأسف، أعمارهم 42 سنة و 28 سنة وخمس سنوات وسبع سنوات، وكان فيه رضيع تحت الأنقاض تم إخراجه 17 شهر في حالة حرجة جدا وفي حالة إغماء، تم نقله على جناح السرعة للمستشفى
تيرشين إبراهيم. كل اللي عندهم من قريب ومن بعيد علاقة بهذا بالحضور كانوا حاضرين في الميدان، ونشكر بالمناسبة مواطنين بلدية بنورة ساكنة بني زقن بالذات اللي كانوا واقفين بكل ما أوتوا من قوة وبكل نظام وبكل جدية من أجل أولا مساعدة الحماية المدنية والمصالح الأمنية على إخراج المرضى من تحت الأنقاض. تلقت اليوم مصالح الاستعجالات على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية الدكتور تيريشين إبراهيم بغردايا 4 مصابين إتر حروق. الأربعة هادو هم من أفراد عائلة واحدة، الزوج والزوجة والأبناء، يعني بنت وطفل، وتم استقبالهم في ظروف جد ملائمة وتم التكفل بهم من طرف الطاقم الطبي والطاقم الجراحي على مستوى المؤسسة على مستوى قاعات الجراحة. تلقينا نداء من المجموعة الجوية لعملية الإجلاء، وهذا لإثراء الحادث الأليم في مدينة غردايا، حيث سنقوم بعملية رحلة جوية إلى مستشفى للحروق الكبرى بزايرالدا لتمكينهم بالمعالجة، وسنكون أتم الاستعداد لهذه المهمة بالحوامات للحماية المدنية. هذا وقد تم تحويل 2 من المصابين الأربعة اللذين أصيبا بحروق خطيرة على جناح السرعة إلى مستشفى زيرالدا ومستشفى باستور بالعاصمة وسط تجدد تام للمصالح الطبية المختصة لضمان التكفل الأمثل بهما. عبد الجبار بن يحيى. هذه الحوامة التابعة للحماية المدنية بعد رحلة ساعتين ونصف من الزمن من ولاية غردايا تحط هنا في مدرج مستشفى زيرالدا وعلى متنها قاسم ضحية انفجار غاز البوتان. قمنا بالإجلاء الجوي للضحايا، وهذا بعملية كانت ناجحة، وكانت المديرية العامة للحماية المدنية صاهرة على كل صغيرة وكبيرة إلى أن وصل الضحية بكل سلامة، ونتمنى له الشفاء العاجل لهذه الضحايا. تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بالتكفل التام بالمصابين الثلاثة، تم نقل ابنة قاسم ذات 5 سنوات عبر حوامة طبية ثانية باتجاه مستشفى زميرلي ليتم تحويلها إلى مستشفى باستور بالعاصمة. بعد وصول الحوامة استلمنا الضحية، استلمناها وتنقلنا بها نحو المستشفى الحروق بزيرالدا. قمنا بالنقل تاعو، والضحية كانت في حالة وعي، وكان في حالة استقرار المستوى الهيموديناميك تاعو اللي تيستابل. طاقم متخصص رافق الضحيتين، وفي هذه الرحلة الطبية يؤكد فيها مستشفى الحروق الكبرى بزيرالدا جاهزيته في مثل هذه الحالات التي يتم فيها التكفل بقاسم على جناح السرعة. اليوم قمنا بتحويل مصاب من ولاية غردايا إثر انفجار الغاز للمريض الذي يعاني من حروق بالغة، وتم تحويله اليوم عن طريق طائرة هليكوبتر تابعة للحماية المدنية مع طاقم طبي متخصص. وليد اختي هذا اللي صرا له المشكل هذا، ان شاء الله ربي يجيب له الشفاء، ان شاء الله نطلب منكم تدعوا له بالخير، ان شاء الله ما يكون غير الخير. والحمد لله يعني السلطات هنايا كما الحمايه المدنيه كما المستشفى هذا تاع الجديد هذا تاع زيرالدا الحمد لله قاموا بنا تري بيان، وان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. المنظومة الصحية في الجزائر تحقق مستويات متقدمة في مجال الرعاية الطبية، رعاية تضمن التكفل الأمثل للمرضى. باسم رئيس الجمهورية أشرف اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أشرف على الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2023-2027، والتي جاءت تتويجا للمسار القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر والتزامها
بمكافحة الفساد، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن عدة قطاعات وهيئات استشارية ورقابية ومؤسسات وطنية، وكذا ممثلون عن المجتمع المدني وهيئات دولية. الوزير الأول وفي كلمة له بالمناسبة أكد على الأهمية التي توليها الدولة بقيادة السيد رئيس الجمهورية لأخلاقة الحياة العامة وتسيير الشؤون الاقتصادية والمالية للبلاد، داعيا إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية. لقد أولى السيد رئيس الجمهورية منذ انتخابه عناية كبيرة لأخلاقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله وأنواعه، حتى تم لهذا الغرض تفعيل العديد من التعهدات، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتدعيم الديمقراطية التشاركية. بهذا الشأن قامت الحكومة بجعل هدف مكافحة الفساد وأخلقت الحياة الاقتصادية والاجتماعية يساير وثيقة مخطط عملها السنوي، عن طريق وضع قواعد تنظيمية وإجرائية ترمي بصفة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ضمان شفافية في تسيير المال العام، والتي كان السيد رئيس الجمهورية رائدا لها من خلال قراراته الصارمة التي اتخذها في وقتها، وقد نجح من خلال ذلك في تطهير العمل السياسي من كل ما يشوبه أو ينحرف به عن تغريب المصلحة العليا للبلاد. رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مصراتي أكدت من جهتها أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع جملة من الخطط والإجراءات التي تعزز الشفافية والوقاية من الفساد. من جانبها تمنت الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر بريترا إليكو مختلف الإصلاحات الدستورية والقانونية التي باشرتها الجزائر لمكافحة ظاهرة الفساد، والتي تصب مع أهداف الأممية المتحدة. الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2023-2027 التي تهدف إلى وضع مجموعة من التدابير والخطط الاستراتيجية القطاعية التي تتولى بصفة أساسية معالجة إشكالية تغيير سلوك الأفراد والجماعات، بغية تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على مستوى القطاع العام والقطاع الاقتصادي وقطاع المجتمع المدني باعتبارهم فاعلين معنيين في العملية. الإصلاحات الدستورية والقانونية التي بشرتها الجزائر في السنوات الأخيرة جاءت كالتزام منها لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وتبنيها اليوم للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتماشى ومبادئ الأمم المتحدة، وهي خطوة هامة لتعزيز وأخلاقة الحياة العامة. وحول هذا الموضوع نربط الاتصال مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات ببريزة أجلمدة. بريزة، ما هي أهمية هذه الاستراتيجية في ظل الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد؟ شكرا كريمة. بعد ما شهدنا اليوم الإعلان الرسمي عن ميلاد الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، اليوم نشهد في هذه اللحظات إزالة الستار أو الاختتام الرسمي على هذا الملتقى الذي كان فرصة لتبادل الخبرات بين كل المشاركين، سواء كانوا جمعيات أو كذلك متدخلين أجانب يمثلون هيئات دولية أخرى ومنظمات تساهم إلى حد كبير في الوقاية ومحاربة الفساد، وعلى مستوى كل سواء كانت إقليمية أو دولية أو محلية. إذن في هذا اللقاء هذه الاستراتيجية سوف تكرس لأرضية من خلالها سوف تسعى الدولة إلى محاربة الفساد واجتثاث منابعه التي أصبحت تنخر الاقتصاد ليس فقط في الجزائر فقط بل في عديد الدول التي تعاني من ظاهرة
ظاهرة الفساد. إذن هذه السلطة العليا اليوم التي ستسهر مستقبلا على دراسة الملفات الخاصة بالفساد، والتي سوف تعمل على تقديم تقارير سنوية إلى الهيئات المختصة الخاصة بمراقبة هذه المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة أو بنوك أو غيرها. لهذا يحضر معي السيد خضري أمي حمزة، وهو عضو السلطة المستقلة العليا لمراقبة النوعي عفوا لمراقبة لمحاربة الفساد، وهنا سوف يقدم لنا أكثر تفاصيل حول هذا اليوم الملتقى وما دار فيه للحصول أكثر على أكثر تقنيات وأكثر خبرات للجانب الجزائري. إذن سيدي، كنا شاهدنا اليوم افتتاح الرسمي ونشهد الآن الاختتام الرسمي. ما هو الآن، ما هي الآليات القانونية التي سوف تسمح للسلطة العليا لمحاربة الفساد بتطبيقها وفي التحري والبحث على مستوى المؤسسات؟ أولا، اليوم الجزائر تقطف ثمرة الإصلاح الدستوري لسنة 2020، تقطف ثمرة إحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. لأول مرة في الجزائر تطلق استراتيجية شاملة لتحقيق الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. هذه الاستراتيجية التي قال السيد الوزير الأول اليوم بكل وضوح أنها استراتيجية ملزمة لكل القطاعات الوزارية، كررها السيد الوزير الأول مرتين، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على وجود إرادة سياسية قوية لاستئصال ظاهرة الفساد. الدستور والقانون أعطى للسلطة العليا للشفافية العديد من الآليات التي تضمن لها تحقيق هذه الغاية. أولها أن السلطة اليوم تتلقى الشكاوى من المواطنين مباشرة بخصوص وقائع الفساد، بشرط أن تكون الشكاوى معروفة الهوية وأن تكون مكتوبة وموقعة. وقد صرحت السيدة رئيسة السلطة هذا الصباح أن السلطة تلقت أكثر من 700 شكوى خلال سنة كاملة من العمل. السلطة العليا للشفافية أيضا لها آلية أخرى، أنها تراقب مدى التزام كل الإدارات سواء كانت عمومية أو اقتصادية بمبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العمومي. أن المواطن أو حتى الموظف داخل المؤسسات يستطيع التبليغ عن حجم الفساد أو ملفات الفساد الموجودة في جميع يعني المؤسسات أو البنوك أو غيرها. ما هي الآليات التي يحمي هذا المبلغ سواء كان مواطن أو موظف؟ نحن في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لا نعلن على الإطلاق عن هوية المصرحين أو المبلغين عن وقائع أو جرائم الفساد. إضافة إلى ذلك، نحن في السلطة العليا للشفافية ننتظر صدور القانون المتعلق بحماية المبلغين، وحينئذ سنلتزم أيضا بكل الضمانات التي ينص عليها هذا القانون والتي تحمي المبلغ أو الذي يتقدم بشكوى حول جرائم الفساد. عموما، ما نقدمه اليوم للمبلغين أننا لا نعلن عن هوية المبلغ أو الشاكي، وهو ما أعطى مصداقية للسلطة التي تتلقى يوميا شكاوى من المواطنين. هناك اتفاقيات أمضتها الجزائر على الصعيد الدولي، يعني ماذا ستقدم هذه الاتفاقيات التي قدمتها الجزائر، خاصة وأن كما تحدث الوزير الأول منذ يعني لحظات في الافتتاح حول الأموال المهربة إلى الخارج، كيف سيتم الآلية، كيف سيتم التعاون وكيف سيتم إرجاعها هذه الأموال؟ أولا، الدولة تعمل في إطار التزام السيد رئيس الجمهورية في استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج انطلاقا من محورين. المحور
الأول هو إنشاء ما يسمى بصندوق استرداد الأموال المنهوبة. هذا الصندوق الذي صدر بشأنه قرار وزاري وهو الآن حيز التنفيذ، وكذلك هناك العمل وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. هناك الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجزائر منذ 2005، وكذلك الاتفاقية الإفريقية. شكرا لكم. كان هذا هو اللقاء الذي جمعنا بأحد أعضاء السلطة العليا المستقلة. شكرا لكم على الانتباه. الشكر الجزيل لك ولضيفك باريزا جلامدة، كنت معنا مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات. الإجراءات الجديدة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمسجدات الواردة في المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الآلي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا كانت اليوم في صلب ندوة صحفية لوزير القطاع كمال بداري، الذي أعلن أن مراحل تسجيل الطلبة الجدد ستكون عبر الأنترنت، مؤكدا أنه تم إضافة المعدل العام إلى المعدل الموزون لتمكين الطلبة من اختيار التخصص المنشود. الوزير كشف أيضا عن استحداث تكوينات جديدة في النانو تكنولوجي والأنظمة المستقلة، إضافة إلى تخصصات في مجال تحلية مياه البحر، الهيدروجين الأخضر والإعلام الآلي الكمي، وكذا تخصص أستاذ تعليم ابتدائي، تخصص لغة إنجليزية وتربية البدنية. إضافة المعدل العام إلى المعدل الموزون. ثانيا نزع الطابع المادي لكل مراحل التسجيل للطلبة الجدد. ثالثا وهو رقمنة كل الخدمات التي تقدمها مختلف مصالح الجامعة، وكذلك إضافة عدة نقاط تكوين جديدة، وهذا من أجل رفاهية الطلبة الجدد. وبالمدرسة العليا لضمان الاجتماعي ببن عكنون تخرجت اليوم الدفعة 8 من طلبة المدرسة، والتي حملت اسم المجاهد الراحل والوزير الأسبق مولود أومزيان. حفل التخرج الذي أشرف عليه وزير العمل وتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب حضره وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة ووالي العاصمة. نشيد بالدور الهام لهذه المؤسسة لما تقدمه من تكوين متخصص وتأطير نوعي لفائدة الطلبة المنتسبين لها من البلدان الشقيقة والصديقة إلى جانب زملائهم من الطلبة الجزائريين، حيث بلغ عدد المتخرجين منذ تأسيس هذه المؤسسة إلى يومنا هذا ما يقارب 500 طالب. أود الإشارة إلى أن هذا خريجي هذه المدرسة بمختلف تكويناتهم دائما يشكلون الركيزة الأساسية والدعم الأساسية لعمل مؤسسات الضمان الاجتماعي، فهم وقود هذه المؤسسات ووقود هذه الصناديق التي تحتاج في كثير من الأحيان إلى مؤهلاتهم وقدراتهم ليكونوا دعما لمولديها البشري. تربويا، تم اليوم تكريم المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط من قبل السلطات الولائية بولاية تيبازا التي حققت نسبة نجاح فاقت 60%، كما حظيت الأسرة التربوية المشرفة على تدريس وتأطير التلاميذ بتكريم خاص نظير جهودهم المبذولة طوال الموسم الدراسي. شهادة التعليم المتوسط امتحان مهم بصموت امتحان مصيري، صافي أي نقطة تجيبها وتطلع بها للثانوية هذيك هي الحمد لله. المهم أنك تشد في المستوى تاعك في الثانوية وتكمل تقرأ على نفس المستوى. دراستها هي سبيلهم لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم في المستقبل. هي التفتة تشجع الأساتذة، تشجع تلاميذ أيضا. نشكر الجميع. بالنسبة للمواد طبعا المتحصلين على أعلى نسبة في الولاية. نشهد اليوم تكريم التلاميذ النجباء والقائمين على المؤسسات والأساتذة في نفس الوقت. طبعا هو بمثابة تحفيز للجميع لكل إطارات قطاع التربية والتلاميذ. فضلنا أن نكرم التلاميذ والأساتذة والمديرين
لنبعث برسالة بأن خلف هؤلاء التلاميذ هناك إطارات هي تسهر وتقوم خلال سنة دراسية كاملة وتتعب على هؤلاء التلاميذ. تنمويا، خط حيوي آخر يتعزز به الطريق الوطني رقم 3 بولاية المغير، وذلك ضمن مشروع ازدواجية الطريق الذي يشهد وتيرة أشغال متقدمة، تقول ليندا مكي. يعد الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولاية المغير والولاية المجاورة لها شريان اقتصادي حيوي، إلا أنه يشهد حوادث مرور كثيفة جعلت منه نقطة سوداء تشكل خطرا على مستعمليه. الطريق سموه طريق الموت، وراهي روطار تخلفت بزاف. احنا كنا من المفروض هذه أولوية لها، لأن شاد الوسط وشاد الشرق، كانت دير فيها صدوات و ما هيش مليحة، ودرك لا باس، طريق مسرحة ما عليها. كل ما نجي طالع نلقى ثلاثة انقسادات، ولكن هم على الأقل من السطيل هي قبل السطيل وروحوا هي خدموها، على الأقل راه نقصت ياسر تنجم 50%. الطريق الوطني يشهد مشروع ازدواجية على مسافة 20 كيلومتر مقسم على ثلاثة حصص. الطريق الوطني رقم 3 يعرف كحركة مرورية تتعدى حوالي 12 ألف مركبة يوميا. إن شاء الله سيتم استلام المشروع كلية في نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2023 إن شاء الله. جسر يدخل في إطار مشروع ازدواجية الطريق بين الرابط بين ولاية المغير وولاية بسكرة. مدة الإنجاز حوالي 80%، وتاريخ التسليم يكون إن شاء الله في آخر شهر جويلي إن شاء الله. هذا المشروع من شأنه التقليل من إرهاب الطرقات وإنقاذ الكثير من ضحايا حوادث المرور. في القطاع الفلاحي، تتنوع المنتجات الفلاحية بولاية باتنا، وفي تجربة جديدة تمكن مستثمرون من النجاح في زراعة بذور البطاطا ببلدية بيطام جنوب الولاية. يونس لك حلديب يفصل. تنوع واختلاف للمنتجات الفلاحية بولاية باتنا، فمن الأشجار المثمرة كالمشمش والتفاح إلى تجربة زراعة بذور البطاطا، تجربة نجحت بهذه المنطقة شبه الصحراوية، ويطمح هذا المستثمر إلى زيادة المساحة المزروعة. ودرنا تحاليل ولقيناها تمشي، وبالتالي خدمنا 8.5 هكتار، يعني وكانت قبرناها عدلناها درنا الدور درنا لها الشيء اللي نقدروا نديروه كل درناه، واليوم راها ناجحه. ولكن هذه البطاطا الخضراء درناها للزريعه. توسيع ان شاء الله في شهر تاع اوت ان شاء الله راح نديروا حتى 30 هكتار تاع بطاطا ان شاء الله للبذور. ومن تنوع المنتجات الفلاحية إلى ريادة في إنتاج البيض بولاية باتنا، وهذه المستثمرة أنموذج عن تحديات رفعت ليصل إنتاجها إلى 250 ألف بيضة يوميا. عندنا 8500 بلاكة تاع بيض يومي، عدد العمال اللي راهم يشتغلوا هنا في حوالي 50 عامل بصفة دائمة. هذا وكاينين غير مباشره، كاين غير مباشره حوالي 31 والله. اليوم الحمد لله عندنا اكتفاء محلي واكتفاء جهوي، ويمكن ولا ربما في المستقبل نقدروا حتى هذا المنتوج تاعنا يقدر يغطي على المستوى الوطني، ولا سيما في انتاج اللحوم البيضاء والبيض. بالاضافه الى ذلك ايضا احنا رانا مستمرين في زراعه الاعلاف وزراعه الحبوب. ما يخفش عليكم باللي ولاية باتنا أيضا هي الأولى على المستوى الوطني فيما يخص زراعة الأعلاف. ولزيادة الإنتاج ترافق السلطات المحلية هذه المشاريع بربطها بمختلف الشبكات، إضافة إلى تذليل العقبات الإدارية في وجه المستثمرين. في أخبار أحوال الطقس، يرتقب أن تشهد عدة ولايات من الوطن موجة حر شديدة اليوم وغدا تصل إلى 45 درجة حسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 43 درجة إلى 45 درجة بكل من المدية، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلا، قسنطينة وقالما.
فيما ستكون الدرجات الدنيا ما بين 28 درجة إلى 34 درجة. كما ستشمل هذه النشرية أيضا ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، حيث ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 38 درجة إلى 40 درجة، وما بين 43 درجة إلى 45 درجة محليا جنوب هذه الولايات، فيما ستتراوح درجات الدنيا ما بين 26 درجة إلى 32 درجة. ومع ارتفاع درجات الحرارة يتعرض الكثير من المواطنين إلى خطر ضربات الشمس، فعلى الجميع التحلي بالحيطة والحذر. من ورقلة، مختارية بن مريم. تعد ولاية ورقلة من الولايات التي تسجل ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة في فصل الصيف، ما سبب نقصا في حركة المواطنين خاصة عند الذروة. سخانة اليمات هذه بزاف، كما هكذاك رانا نعاني ونقاسيو بزاف مع درجة الحرارة. كما نخرجوا من الدار واحد الكيلو ولا ما كانش، لازمك تريح تقبض بلاصة تاع الظل تريح فيها، ما كان حتى بلايص يعني اللي مخرجين ما بارد الناس تشرب ولا حاجة، ما كانش يعني نشوفوا فيها يعني سخانة. أكيد 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 متعرض للخطر، لأن كل الناس متعرضة، اللي راه في السمش كل متعرض له، سخانة كبيرة راه. واعرة ياسر، واعرة ياسر، والله ما حملناهاش، احنا انا شباب صغار فاهم ما حملناهاش، سباك واحد شيخ ولا عنده اطانسي ولا هكا ما حملناهاش، شيء صعيب. ارتفاع درجات الحرارة القياسي أصبح يؤرق السكان، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن والأطفال وحتى الحوامل، لذا وجب اتخاذ الحيطة والحذر. المصلحة تستقبل عديد الحالات الخاصة بضربات الشمس، وبالأخص الحالات الأشخاص ذات الأعمار السنية الكبيرة والعمال ورشات خاصة الأعمار الشاقة. وبالنسبة للفترة التي تستقبل فيها المصلحة خاصة مرحلة الذروة، أنصحوا كاين واحد الأفراد اللي تكون هذه ضربات الشمس تضرهم ياسر، كبار في السن، هما أصلا يتعرضوا للجفاف، يزيدوا هذه ضربات الشمس حتزيد لهم نسبة الجفاف، من الأفضل أنهم ما يخرجوش في الذروة نتاع الشمس. ثانيا الأطفال ثاني عندهم نسبة الجفاف عالية، ماذا بنا ما يتعرضوش، ولا كما هذو اللي يتعرضوا بنسبة كبيرة للعمال، لازم على الأقل يكونوا دايرين الاحتياطات نتاعهم. هذه الظروف الصعبة في الصيف تستوجب من الجميع اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي ضربات الشمس القوية والتي تؤثر على الصحة العامة. هذا وتبقى فضاءات الاستجمام الملاذ الأمثل هذه الأيام، لا سيما الشواطئ، حيث يشهد شاطئ الدلفين المركزي بولاية بومرداس إقبالا كبيرا من طرفي العائلات آسيا غريبة. شاطئ الدلفين بالواجهة البحرية لولاية بومرداس من أجمل الشواطئ بالولاية، تقصده العائلات للاستمتاع والترفيه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. احنا عائلة جينا من ولاية البويرة، رانا هنا مصطفين على كل حال في لابلاج تاع بومرداس، لا بريمير بلاج، والحمد لله يعني لقينا حاجة شابة وحاجة مليحة، رانا مع العائلة. لي فاكونس مع دراري جبناهم، حبينا يزهاو شوية وكلش، الحمد لله كلشي عجبنا هنا، البارك ولا بلاج لا سيكيريتي الحمد لله. اليوم رانا ضياف عندكم في ولاية بومرداس، شاطئ الدلفين ما شاء الله، شفنا حسن الاستقبال من جهة الأمن، من جهة الحماية المدنية متوفر كلش، الحمد لله راهم سيباريين كلش، كاين لا فامي وحدهم، كاين ليجان وحدهم. موقعه الاستراتيجي وجماله الممتد على طول الشريط الساحلي للولاية جعله قبلة سياحية بامتياز. من ولاية المسيلة عجبتنا البلاصة هذه، بومرداس مليحة، بلاصة سياحية وقريبة كما نقولوا، وفي بلاصة اون فامي كما كي شايفة، ولي بومبي كاين، ولا مام لا بوليس ثاني يوم بيا قايمين الحمد لله يا ربي. شاطئ شباب تهيئة ولا سيكوريتي ثاني بيا ما شاء الله، ما تخافش على ولادك، ما تخافش. الحالة منظمة، الحماية المدنية قايمين بالواجب، ما يخليوش الناس كامل باريزون تبعد، الشرطة قائمة بالواجب على أتمم وجه. مؤهلات طبيعية وسياحية تجعل من ولاية بومرداس قطبا من الأقطاب السياحية التي يقصدها السياح.
على صعيدية دولية في فلسطين المحتلة، اقتحمت قوة الاحتلال الصهيونية اليوم عدة مناطق في محافظة نابلس ومحيطها بالضفة الغربية، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه الفلسطينيين. هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية برصاص الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامات واعتداءات طالت عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة. في الحدث الرياضي العربي، تصدرت الجزائر جدول الترتيب العام في منافسات الألعاب الرياضية العربية ب 253 ميدالية، منها 105 ميداليات من المعدن النفيس. هنيئا للجزائر بهذا الإنجاز، وهنيئا للجزائر أيضا بالتنظيم الناجح لهذه التظاهرة الرياضية العربية، والتي تختتم مساء اليوم في حفل بهيج يحتضنه ملعب الخامس جويليا الأولمبي بعد ضبط آخر الاستعدادات التقنية والفنية. عن كثب، لبنى برويس. الرياضيون العرب وبعد أن التقوا على أرض لمي الشمل والشهامة والكرم يستعدون للمغادرة بعد إقامة تركت في داخل كل واحد منهم ذكريات لا يمحوها الزمن. وقبل ذلك سيكون هناك عرس بهيج مرتقب عشية اليوم بملعب الخامس جويليا لتوديع ضيوفنا العرب. هي في الحقيقة ماشي فقط تظاهرة رياضية، لكن بأبعاد سياحية ثقافية، خلينا الأشقاء العرب يتعرفوا أكثر على الموروث الثقافي والسياحي الجزائري. المنافسة تمرت في ظروف أخوية، روحة رياضية، وحفل الاختتام راح يكون كذلك مساحة أخرى لإبراز الموروث الثقافي. حفل الاختتام سيعرف دخول كل الوفود العربية المشاركة دفعة واحدة إلى الملعب، بعدها مباشرة سينطلق حفل موسيقي فني يدوم أكثر من ساعتين، يتم من خلاله عرض لوحات فنية للتعريف بتاريخ الجزائر وإبراز ثقافة بلادنا. الحفل الاختتام راح يكون امتدادا للحفل الافتتاح، يا نوتر كونسبت مي هذه المرة مع فنانين جزائريين، مع النجوم الجزائرية، ونزيد نقولها لكم توجور 100% جزائري، من التصميم، من لا كوريغرافي، من الاداء، المطربين كامل جزائريين. وان شاء الله واش نقول للجمهور، نقول لهم نعطيكم رونديفو الموعد في 5 جويليه ان شاء الله في الملعب، ارواحوا اللي راحين كيما وعدناكم في الحفل الافتتاح باللي راحين تشوفوا حاجه شابه، هذه المره راحين يزيدوا يشوفوها نوتر سبيكتاكل، وان شاء الله راح يعجب الجمهور الجزائري ان شاء الله يا رب. عرس آخر سيزدل الستار عنه هنا بالجزائر، الأكيد أن هذه الطبعة ستبقى راسخة في أذهان الجميع، خاصة بالنسبة للشباب الرياضي وكل الوطن العربي. ومن الرياضة إلى أبي الفنون، الصيف الأخير عنوان مسرحية إيطالية تجسد قصة واقعية مليئة بالمشاعر الإنسانية، هي ذكرى ووفاء لروحي قاضيين إيطاليين وتضحيتهما من أجل العدالة. العرض المسرحي قدمه فنانون إيطاليون يمثلون مسرح ميلانو. تفاصيل العرض مع وهبة دنداني.
الممثلان المتألقان سيمون لوجليو وجيوفاني سانتانجيلو قدما من إيطاليا خصيصا ليقدم عرضا مسرحيا مميزا بعنوان الصيف الأخير، وفاء لروحي القاضيان الإيطاليان اللذان اغتيلا على أيدي المافيا الإيطالية، وهما باولو بورسيلينو وجيوفاني فالكون. ليست هي الزيارة الأولى لنا للجزائر، لقد سبق وأن قدمنا هذا العرض المسرحي في مدينة وهران وبعدها بمدينة عنابة وأخيرا بالجزائر العاصمة. العرض المسرحي يدخل في إطار التبادل الثقافي ما بين البلدين الجزائر وإيطاليا. الجمهور الجزائري كان في أتم الاستعداد لمتابعة العرض، وهذا شيء رائع بالنسبة لنا. الجمهور الجزائري كان رائعا، لقد أعطانا القوة لتقديم عرض مميز بكل فخر واعتزاز. سيكون هناك تبادل ثقافي ثري بين البلدين في السينما والمسرح وحتى الحفلات الفنية، لأننا نعلم أن الجزائريين تواقون للثقافة الإيطالية والعكس صحيح. عرض مسرحي مليء بالمشاعر الإنسانية لقصة تروي وقائع حقيقية تفاعل معها جمهور المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي. ونختم بنوع آخر من الإبداع من أعالي قرية معتقة بولاية تيزي وزو التي احتفل سكانها بافتتاح الطبعة الأولى لعيد الجبة القبيلية بمشاركة العديد من الحرفيات الأخضر كعوانا. فقن دورت القبيلنا، فقن دورت القبيلنا غسات مغريلنا، نسدك لك ويغننا، ينفدا غنزق يسم، نسدك لك ويغننا، ينفدا غنزق يسم. إرث عريق لا طالما سعت المرأة المعتقية للحفاظ عليه بإبداعاتها لمختلف التصاميم والألوان بهدف عصرنة ثقن درس القبائل أو الجبة القبائلية. أدينا تقفيجي ثقن درس القبائل، أدينا ثقن درس القبائل دي دورة القبائل، ذيجي ثقن درس القبائل ثانوية الصفة ثانوية الحرمة ثديجة كم تدس ثقن درس القبائل سال قدر ذم قران. فخقتها كي ذاين حمله سواطاس وذاين تحفي في راخ فلاس جانا نعتيد الجدود إلا قنس إلا قنس تنسو مغارة تنسو بصل رزداد. ترقية وتطوير اللباس التقليدي القبائلي هو ما جعل هذه التظاهرة في طبعاتها الأولى تعرف توافدا كبيرا للحرفيات. ثم غايقي نفاحي ستس حتى ثم غايقي نبغات نخدمها في قندورسنا المعتقة، نبغات توسن مليح مليح في قندورسنا المعتقة، همتيني وضي نمتيني من قندورسنا المعتقة شبح مليح. كان عبد الفوضى مقراحة كنا نزال زداد، كنا نانو ثم وسني غايقي عبد القران ذي العمرنا نانو ثم وسني. التظاهرة التي ارتأيناها أن تكون انطلاقة لإخراج جبة القبائلية المعتقة من النسيان، هذه التظاهرة الثقافية شاركت فيها 44 حرفية من داخل المنطقة من معتقة وخارج المنطقة. هذا وتبقى الجبة القبائلية تراث ورمز هويتي تفتخر به نسوة معتقة اللواتي توارثن هذه الحرفة جيلا بعد جيل ويحافظن عليها. تذكرون الآن بأبرز ما ورد في نشرة ظاهرة. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة عمل تدوم يومين. بأمر من رئيس الجمهورية نقل المصابين في حادث انفجار للغاز بحي قصر بن يزغن بغرداي عبر مروحيتين للحماية المدنية نحو مستشفى الحروق الكبرى بزيرالدا وباستور بالعاصمة وسط تجند تام لضمان التكفل الأمثل بهم.
الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2023-2027 التزام بمرافقة جهود مكافحة الظاهرة ودعوة لانخراط المجتمع المدني في العملية. الجزائر تجدد موعدها مع الرياضة في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى بعد نجاحها في احتضان الألعاب الرياضية العربية التي تختتم مساء اليوم. وفي المنافسات الجزائر تحقق الصدارة. أشكر لكم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.